بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. بدء التحويل بين المدارس إلكترونيا، تعرف على الرابط والشروط والأوراق المطلوبة. متابعينا لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة، تفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا لايك حتى ننشر لكم المزيد. طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية الرسمية التجريبي للعام الدراسي 21-22 بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وسيكون التحويل بين المدارس متاحا بداية من اليوم 1 يوليو 2021 لمدة شهر ونصف، أي 45 يوما، على أن تكون نتيجة التنسيق في نهاية شهر أغسطس أو أوائل شهر سبتمبر المقبل. وسيكون بمقدور أولياء الأمور التحويل الكروي بين المدارس من الرابط التالي، وسأترك لكم الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. واستثنت وزارة التربية والتعليم بعض المحافظات من هذا الرابط كمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث سيكون هناك رابط منفصل لكل محافظة، هو رابط تحويل بين مدارس القاهرة. سنترك لكم رابط التحويل الخاص بمحافظة القاهرة في صندوق الوصف. رابط التحويل بين مدارس الجيزة، سنترك لكم رابط محافظة الجيزة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ويجب على أولياء الأمور اتباع الآتي لتحقيق شروط وكيفية التحويل بين المدارس. 1- غير مسموح بالتحويل أكثر من إدارة في نفس المحافظة. 2- روابط التحويل متاحة إلكترونيا فقط للتحويل بين الإدارات المختلفة والمحافظات المختلفة وداخل نفس الإدارة، ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات، ومتميز إلى أو إلى المدارس الحكومية عربي. التحويل الخاص أو من خارج مصر، أي العائدين الخارج، يكون رقيا من خلال الإدارات التعليمية والمدارس المعنية، ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني. بعض الإدارات ليس بها مدارس ولا توجد على روابط التحويلات بسبب ارتفاع الكثافة، وبالتالي لن تجدها مدرجة في رابط التحويل ولا يسمح بالتحويل لها. 5- غير مسموح بالتحويل بين مدارس عربي سواء حكومي أو خاص إلى تجريبي لغات. 6- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية التجريبية لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض الأطفال المدرسة الخاصة لغات، شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض الأطفال لغات. الأوراق المطلوبة للتحويلات بين المدارس وطريقة التحويل. 1- جلب تحويل من 4 استمارات على أن يتم تلك البيانات من خلال الذهاب إلى شؤون الطلاب على أن يكون هناك موافقة من قبل مدير المدرسة. 2- يتم تحويل حوالة بريدية على أن يتم الموافقة عليها وختمها من داخل شؤون الطلبة. 3- المدرسة المحول لها لابد أن توافق على عمل التحويل على أن يتم إرسال صورتين من التحويل. 4- يقوم ولي الأمر باستلام الملف الخاص بنجله أو ابنته وبيان النجاح وأوراق الامتحانات الخاصة به وإنشاء ملف جديد خاص بالطلاب المحول إلى مدرسة. متابعينا، وعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.